خلاص من كل حاجة. لازم كل حاجة تتعمل صح. تركيز. ناوي على ايه يا ماهر؟ انت مين يا ابني؟ احنا بنلعب ماتش صعب. لازم نكون جاهزين برد مقنع. ما انت يعني بتجري جامد. في حاجة كفالة الشر؟ لو انا وانت استحملنا يا ماهر، ذنبه ايه العيال الصغير ده؟ فنيت ان اعيشك ملكة. اعيشكوا في جنة انت ورحيم. هجيبك لو كنت فين انت وهو. انت كويسة؟ انزلي دلوقتي من العنبر الدنيا وراه مفيش بني آدم يلمحه. المحامي بتاعك زي الطبيب بالظبط، لازم تقول للطبيب حقيقة اللي وجعك عشان يخلصك من الألم اللي انت فيه. وانا اللي كنت بقول انه الحكاية هتخلص. اتاريها بتبدأ يا ماهر. اللعبة مع التعبين محتاج حاول. يمكن غير اتفاقك دلوقتي، ما بغلطش ولا عندي نيه اني اغلط.